توقع برج الدلو اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024. الشغل النهاردة هو كل حاجة بتهمك. فترة الظهر هتبقى فيها ضغط زايد في الشغل هيزيد عليك، وهترمي كل المسؤولية من زملائك في الشغل عليك. هتبتدي تحس بضغط نفسي وعصبي، لكن في المساء بحذرك من انك ما تتهورش سواء في سواقتك للعربية او في اثناء كلامك مع الشخص اللي انت بتحبه، لانك ممكن تجرحه بالكلام. مواليد 21 ل 28 يناير هم الاكثر تهور في فترة المساء. هتحتاج انك تقوم مهنيا ببعض التصحيح والتعديل على وضعك المادي عشان توفر وتستثمر. عاطفيا هيشير اليوم لمصالحة مع امرأة في محيطك، كما انت هتبقى دايما رومانسي، بتنشأ رومانسية واضحة في الشغل. هتركز على كل الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 بالأخص، لأنها بتساعدك عشان تقوي جهازك المناعي وتحارب الالتهابات.